اسود. ايه في ايه؟ الساعة بقت كام دلوك؟ الساعة 2 إلا ربع. انت وراك حاجة؟ ورايا حاجات كتير قوي. اصلك مش فاهمة حاجة. وانت هتخلع ولا ايه؟ اخلع ايه بس؟ ابويا وامي قاعدين عند عمي، ولو اتأخرت هخش في سين وجيم. قول لهم كنت في الهرم. في الهرم؟ طب ما قول لهم كنت في الملاهي احسن. طب ما انت شاطر اهو. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ اسميه ايه ده بقى؟ سميها زي ما تسميها. بقول لك ايه؟ هات الفلوس. لا هات ايه؟ عيب. احنا اللي حصل جوه بينا ده كان محبه. ده انا كنت حاسس ان انا وانتي سمر ومهند. نعم يا روح امك. روح امي؟ اخص على كده. تصدقي ان انا غلطان ان انا رجعت لك تاني؟ ده انت ولا العشق الاسود يا شيخ. سلام يا سمر خانو. واطي وابن كلب. انا مش عايزه اسمع منك ولا كلمه. انا عايزك تقعد بقى كده وتصحصح لي وتفوق لي على الاخر. عايزك تبقى مبسوط عشان عندي خبر حلو عايزه اقوله لك. خبر ايه اللي حلو؟ ساعة ما نزلت البلد الاخبار السوداء نزلت لف على راسي. ايه دي؟ انت عارف شكلك كده حلو قوي. انت الوحيده اللي محسساني اني لسه في الرجل. انت حيت بس ما كنتش لازم تدلع البلد. لا بقى كان لازم. لا بقول لك ايه بقى، مش عايزنا نعرف بعض. ازاي بقى؟ طب ده احنا عمرنا ما هنسيب بعض بعد كده. ايه مالك يا رجل؟ مش على بعضك؟ في حاجه عايز اقولها. أنا حامل. حامل يعني كيف؟ مش فاهم. حامل يعني حامل، يعني بيبي بامبينو صغير، يعني واق، يعني نينا هو يا حبيب ماما وبابا. حامل ليها تاني كده عشان انا مش فاهم. انا حامل منك يا حياتي. اه انت بتقول ايه يا بنت الرافه دي؟ انا قلت حاجه غلط؟ كل كلامك غلط. انا قلت ان انا حامل منك، ايه الغلط في كده؟ ايوه عشان كده دليتي على البلد. ايه عشان تشوفيني؟ ايه كنت فاكرك مش قادره على بعادش. أنا بحبك يا عبد الحكيم ومش عايزة حاجة غير إن أنا أفضل جنبك على طول. أنا كل اللي طالباه منك إنك تعترف بس باللي في بطنك وبعديها تسافر وتسيبني هنا في مصر. وقت ما تحب تيجي تعال، أنا هسيب كل حاجة عشان خاطرك. آه عشان كده كتبت عليها الملعون دي يا بت. آه كانت لعبة، بس بعد ما عرفتك عرفت اني مش هعرف راجل تاني زيك. كان كل همي ان انا افضل جنبك، اعمل اي حاجة عشان افضل معاك على طول. انا اتعمدت ان انا ابقى حامل منك علشان محتاجالك. انا عمر ما اي حد عاملني كويس، عمر ما حد حس بيا ولا حسسني ان انا بني قد. انا عارفة اللي بيدور في دماغك كويس، بس انا بقولك اهو، أنا هفضل قاعدة في الشقة دي، عمري ما هخرج منها، بس بشرط تفضل قاعد معايا على طول، أنا وأنت وابنك. نعم. تفتحيش على طول ليه؟ نايمة على ودانك؟ خير؟ ايه اللي حدفك عليا؟ عايزك في كلمتين. كلمتين؟
ماليش مزاج اسمع كلام منك. وبعدين كلمتين ايه اللي انت جاي تقولهم لي دلوقتي؟ كلمتين مهمين يا روح امك. ما بلاش نغلط في بعض احسن. انت دلوقتي ما تعرفنيش كويس، انا ممكن اسجنك اوديك ورا الشمس. انت ما تعرفش ندى بقت ايه. ما انا جاي لك عشان كده، عشان اقول لك ما تلعبيش في ملعب مش بتاعك. اللي هو ابوي. عبد الحكيم. يا لهوي، اصلا انا لما بسمع اسمه جسمي كله بيتكهرب. اصل عبد الحكيم ده ما فيش زيه. عبد الحكيم ده من الرجاله اللي الست تحب تموت نفسها عليه. هو في حنيته ولا في رجولته؟ مش زي ابنه. ابعد عنه، مالكيش صالح بيه. ابعد ده ايه؟ انت عارف انت بتطلب مني ايه؟ انت اكنك كده بتقولي روحي موتي نفسك، ارمي نفسك من الدور العاشر على الاسفلت. لا طبعا. كنت جاي البلد تعمل ايه؟ جاي اطمن عليه، عرفت انه تعبان قلت روح اطمن انه بخير. طب عليا النعمه. اوعى تحلف، لاني مش هنفذ حاجه من اللي انت بتقول عليها. واتفضل يلا من غير ما ترد. عارفه لو ما بعدتيش عن ابوي انا هقتلك، انت فاهمه؟ هقتلك. كان لازم اموت نفسي يعني عشان تيجي؟ ندى عايز ايه تاني؟ عايز تتاكد ان اللي في بطني ده يبقى ابنك؟ خلاص يا سيدي نعمل تحليل وساعتها تعرف بقى اذا كان اللي في بطني ده ابنك ولا انا كدابه. مش عايز تعرف انا ايه اللي حصل لي اليومين اللي فاتوا دول؟ انا كنت بحاول اسقط نفسي. تقولي ايه؟ كانش لازم تعملي كده؟ هو ايه اللي ما كانش لازم؟ انت عايزني اعمل ايه يعني؟ عايزني اقول ايه للناس؟ عايزني اجيب عيل يقولوا عليه ابن حرام؟ حاولت انزله باي شكل ما عرفتش. هو بقى اللي مش عايز ينزل، ما كانش فاضل غير ان انا موت نفسي. لا ما تعملش كده تاني. الواد ده لازم يجي للدنيا، انا عايز اكتر منك. انت بتتكلم بجد؟ يا جد انت مش عارف انت عملت فيا ايه دلوقتي. انت رديت فيا روحي. طيب هتاخدني معاك البلد ولا هتسيبني هنا؟ لا بلدي انت هتفضلي هنا. يعني مش هتقول لهم ان انت اتجوزت؟ بعدين بعدين، مش وقته. مش مهم، المهم اللي حصل.